لم أصم 7 أيام من شهر رمضان لعذر شرعي، وقد مر على ذلك 7 سنوات، فهل يلزمني القضاء أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. القضاء لا بد منه ولو تأخر عدة سنين، ما دمت تقضين على القضاء فإنه يجب. أما التأخير عن رمضان الأول فإن كان هذا التأخير لعذر مستمر فإنه يكفي القضاء، وإن كان لغير عذر وإنما هو نتيجة كسل أو عدم مبالاة فإنه يجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام عن كل يوم تدفعينه لفقير. ولو جمعت مثلا صدقة الأيام كلها ودفعتيها لفقير واحد أجزأ ذلك أو لعدة فقراء. المهم أن إذا كان التأخير لغير عذر يجب عليك أمران، بل يجب عليك 3 أمور. الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار مما حصل، والأمر الثاني القضاء، والأمر الثالث إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.